للحصول على نظرة عامة أوضح، سنوضح عملية الإزالة باستخدام نموذج المحرك OEM-654، علماً أنه ليس من الضروري إزالة المحرك لهذا الإصلاح. قبل البدء، تأكد من مطابقة علامة وشنة 20 درجة على بكرة الحزام مع علامة الحالة المركزية. عندما تصبح المضخة عالية الضغط قابلة للوصول، أزل خط الضغط العالي. أفك البراغي على قوس المضخة عالية الضغط. شد المشبك الذي يؤمن خط التسرب ووضع الخط في الأعلى. أزل البراغي التي تثبت أنابيب الإدخال والإخراج، ضعها جانباً. استبدل دائماً الحلقات عند إعادة التركيب. واصل بتفكيك مرحلة الضوء الناتجة لإزالة الغطاء على حالة التوقيت. اخترقه باستخدام أداة مناسبة أو قم بحفر ثقب. يجب استبدال هذا الغطاء أثناء إعادة التركيب. من الأساسي الحفاظ على اتجاه المحرك عند 120 درجة بعد النقطة الميتة العليا TDC أثناء إزالة البرغي. استخدم الأداة الخاصة المقدمة. أدخل الأكمام مع الحلقة البلاستيكية وثبته باستخدام البرغي المرفق. شد هذا البرغي باليد. تضمن هذه الأكمام ألا يقع عجلة التروس داخل المحرك. ثبت القطعة الدافعة على عجلة القيادة وشد برغي الضغط باليد. أفك البرغيين المثبتين للمضخة عالية الضغط على الحالة المركزية، علماً أن هذه البراغي متوازية على نفس المستوى، ويجب أن تتمكن من الشعور بالجزء الخلفي لكل منهما. أخيراً، قم بتدوير برغي الضغط حتى تتم إزالة المضخة عالية الضغط.